بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي بارت بها كل شيء فخذ على كل شيء فذل له كل شر وبجبروتك التي غلبت بها كل شر وبعزتك التي لا يقوم لها شر وبعظمتك التي ملات كل شر وبسلطانك الذي على كل شر وبوجهك الباني بعد فناء كل شر وبأسمائك التي ملأت أركان كل شر وبعلمك الذي أحاط بكل شر وبنور وجهك الذي أضاء له كل شر يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصيان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النوام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهمس الدار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأته. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك صال خادم متبدل خاشع أن تصادقني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم بسألك صال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وهضم فيما عندك رغبته. اللهم أضم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك ولاي. اللهم مولاي
من غبيين سترسا وكم من فاضهم من البلاء أقلسا وكم من ثار وغيسا وكم من مكروه دفعسا وكم من صلاة جميل لست أهلا له نشرسا اللهم أضم بلائي وأفرج بي سوء حالي وكسرت بي أمالي وقعدت بي أملالي وأبسني أن في بعد أمالي وخدعت للدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومتالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يهجب عنك دائي سوء عملي وفعالي ولا تفضلني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وساعتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك شديد في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألك شجب ذري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي وكمل اتبعت فيه أبا نفسي ولو أترس فيه من تزين غدوه فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك الغدوب فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا وجة لي في ما جرى علي فيه قضاك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تبصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذنبا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا توجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك اللهم فاقبل وذري ورام شدة ذري وفكني من شدة وثاقي يا رب هذا فبدني يا رب يا رب هذا فبدني يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمي وسالف بر جديد يا إلهي وسيدي وربي أتراك مؤذني منارك بعد توليدك
وبعد من زوار لي قلبي بالمعرفة وله جبهي لساني من ذكرك واعتق له ذميري من ربك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات انت اكرم ممن تدعي من ربيت او تبعد من ادنيت او تشرد من عبيت او تسلم الى البلايا من شفيته ورجمت فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولا أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن رتبت بتوحيدك صادقا وبشكرك عبادت وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا و علا قبار رغبت من علم بک حتی صورت خوشم و علا جبار سات الى اوتان تبود کتارم و اشارت به استغفار کم و دنه مالا که نبدن نبک و لا اخبرنا به فضل کمک يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري في غام المكار على أهلها على ذلك بلاء ومكروب قليل مكتوب يسير بقاء قصير مدة فكيف توالي لبلاء الآخرة وجليل مبور المكارن فينا وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقام فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الذليل الذليل الأغير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما من هذا الجواب كي لعلي من عذاب وشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن سيرتني للعقوبات مع دارك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على عدل نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي
اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لابد جن اليك بينا بهذا جيجل ولا صرخن اليك صراخ المستسرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا ناديانك اين كنت يا ولي المؤمنين يا غايه امال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا اله العالمين افتراك سبحانك يا الهي و بحمدك تسمع فيا صوت عبد مسلم سجن فيا بمخالفته و داغت مذاب آب معصیته و حبس بین اتباق آب جرمه و جریرته و هو بید جو الیک دجیج محمل لرحمتک و یونانی که به لسان اهل توحیدک و یتوسل الیک به ربوبیتک یا مولای فکیف یبقا فی العذاب و هو بید جو سلف من علمک ام کیف طالب الله و هو یعبد فضلک و رحمتک ام کیف یوره لیبها و انت تسمع صوتا و ترا مکانا ام کیف یشتمل علیه زفیرنا و انت تعلم ضعفا ام کیف یتغلغل بین اتباقها و انت تعلم صدقا ام کیف تزجر زبانیتها و هو ینادی که یا رب ام کیف یرجو فضل کفیت گیم و فتدرکو فی غا حیات ما دال کفتن و بک ولل معروف من فضل فلاوش به قل ما قابلت به المبن دیما من برک و انسانک و من یقین اکتم لولا ما حکم تبهی من تنفی به جانبیک و قدعی تبهی من اخلاد ما ندیمیک لجل تنار کلها بردن و سلاها و ما کان لهدن فیها مقرن و لا مقام لیکن رکت قدست اسماش اقسم تن تم لها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین و انت خلد فی الماندین و انت جل ثناؤك قلت مبتدا و تتبنت من نام متکلما افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون الهی و سیدی فاسألك بالقدرة التي قدرتها فبالقدية التي أتمتها وأكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثبات الكرام الكاتب الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني
وجعلتهم شهودا علي مع جبارهم ما كنت أنت الرقيب علي من غرارهم والشاهد لما خفي عنهم فبرغمتك أخفيت فبفضلك سترت وأن توفر ربي من كل خير أنزلت أو إنسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك الدين يا من بيدي ناصيتي يا غريما بضري ومسكنتي يا خميرا بفقري وفاقتي يا رب 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 أسألك بحقك وقدسك بعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا واغدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي مؤملي يا من إليك شكوت أهوالي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قف على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوارحي وأبني الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فارده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لدك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك وأعتق علي بمجدك وأفذني برحمتك واجعل لساني بذكرك على نجاح وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عفا
عثرتي فاغفر زنتي فإنك بغيت على عبادك بعبادتك فأمرتهم بدعائك فذمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي فبلغني مناي فلا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الله يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دبا وذكره يا من اسمه دبا وذكره شفا يا من اسمه دبا وذكره شفا فتاعت مغنى ارهب من رأس مال الرجاء وسلام البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد أفعل بما أنت أهل وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.